إصحاب السعادة أن المخططات الرامية إلى سعادة وتفكير الأمة لم تعد تخفى على أحد، فالأوضاع في كل من العراق وسوريا وليبيا والصومال تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي العربي. الأمر الذي يدعونا إلى تفاني وتضافر الجهود العربية لحل قضايا هذه الدول حلا يضع في أولوياته مصالح الأمة ووحدتها وأمنها القومي. لذا فإننا نؤكد على أن جمهورية العراق أحد أهم الركائز القوية للبيت العربي الكبير، داعين أن يأخذ العراق دوره في العمل العربي المشترك كونه أحد مؤسسي جامعة الدول العربية، وبصفته التاريخية العريقة وهوية شعبية العربية الأصيلة، لأن التزام العراق بالعمل العربي المشترك سيكون له الأثر الكبير في عودة العراق لممارسة دوره الفاعل في الساحة العربية والإقليمية، ما يعني نهوض العراق ودوره القوي، ومن شأنه أن يشد عضد الأمة العربية جمعاء وزيادة قوتها ووحدتها في مواجهة التحديات. وإننا نؤكد على أهمية وحدة العراق وشعبه بكل مكوناته وأطيافه، داعين وداعين لإتمام التسوية التاريخية بين مكونات الشعب العراقي الأصيل، مدينين التدخل العسكري التركي وأي تدخل من أطراف أخرى في الأراضي العراقية، مؤكدين على احترام وسيادة العراق وعدم المساس بوحدة أراضي ومدينين كل أشكال الإرهاب التي يتعرض لها العراق، كما نشدد على ضرورة حل مشاكل النازحين الذين يربو عددهم على 3.5 مليون نازح وعودتهم إلى ديارهم التي نزحوا منها بسبب الإرهاب الظلامي. كما أننا ندعو الدول العربية والمجتمع الدولي للقيام بدوره تجاه خوف الشعب العراقي وما يعانيه من ظروف صعبة، والنظر إلى مشكلة الأقليات المسيحية واليزيدية والصابية المهجرون ودعمهم ليأخذوا دورهم الفعال في بناء العراق، مشيدين في هذا الجانب الدور الذي يقوم به إقليم كردستان العراق لخدمة النازحين. أصحاب السعادة.